حسبة، وبعد يجيك يقول لك مسؤول من وزارة التجارة يقول لك ليه راهم خلينا في السكر خايفين على صحتكم. يا ولدي ما نعرفش، ما نعرفش معناها كان تستبلوا فينا برشا، كان فريمو انتم معناها وصلتوا المرحلة اللي حتى الحماقة وليت ما عادش تأثر لا فيكم انتم لا فينا نحن. معناها توا انت زدت في السكر 250 مليم وعندك في القانون، وعاد رجعت القانون نتفكرها وثبتنا فيه لقينا 100 مليم بريفيو، دونك تزيد 250 مليم سيغ الدعم بتاع السكر 6%. ظهر لي ريت البارح صفحة اللي نتبعها ديما، صفحة الاقتصاد بالفليقي، سيبا انورم كي تحسبها على برشا تولي سوم به. معناها وكي رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم في تصريح يقول انا شخصيا، يحكي على روحه هو كهشام المشيشي كمواطن تونسي، يقول لك انا ما نستحقش الدعم تاع الخبز. داكورد انت ما تستحقش، انا بيدي ما نستحقش، وهاو نقول لكم انا تعرفوني شفاف، ما معناها شخصيا ما ناخذش الخبز المدعم، ما نعرفش علاش لاسباب. نقول انا معناها لي مويان تاعي نجم نسمح روحي نشري 500 مليم يوميا خبز، مثلا خبزه ما نستهلكش برشا، لكن الخبز هذاك راهو خبز مش متاعنا. يا هشام المشيشي راهو ما نتصوركش نهار خذيت الخبز هذاك. انا شخصيا الخبز هذاك ناكلو كي نمشي للسوران مره بعد قديش، كي منقاش الخبز مثلا اللي ناخذ وانا عادي كومبلي كل شيء، انا في امكانياتي ناخذ هذاك. دونك الدعم فما ناس تستحقوا اكثر مني انا واكثر منك انت يا سي هشام. لكن كي تنحي الدعم هكاك زعما بالطريقه هذيك انت باش تحل المشكله، باش الناس تشري في الخبز هذاك. وداير هو حتى باجيت ولا خبز، خبز ابو كيلو ولا باجيت، معناها ما تنجمش فرد في العائله طفل صغير عمره 12 سنين نجم يستهلك باجيت ونصف النهار. مهم ياسر الشيء هذاك، مهم ياسر كونك تخمف الناس هذوكم. وتوا الاجراءات الاخيره ايسانس مازوت الى اخره، الخبز بيانتو، الليسانس بيانتو، السكر سي ديجا كما يقولوا النخب التونسي. انت تقول ما حاجتكش اما به لوجيست اللي كنت نجم تعمله، مثلا تقول انا الادارات العامه الكل فما تخفيض ب 20% في البنوات، البنوات ليسانس. يا سي هشام ما نعرفش انت فين عايش، لكن انا شخصيا نصب لي صاف مثلا من الستاسيون، خاطر عندي باتين دونك ناخذ كارني نخلصوا من الاس ان دي بي اللي هي مؤسسه حكوميه. قداش من مره نمشي الكيوسك والبونوات يسو ايشانجي، مثلا البونو يسوى 20 دينار يبدلوا ب 10,000، دونك هو يربح 10,000 في حاجه ياخذ فيها بليش، الستاسيون يربح 10,000 في حاجه باش يبيعها بليش. وشكون اللي 10,000 اللي في الفارق، 10,000 اللي مسروقه في الحكايه هذه الكل، شكون يخلصها؟ يخلصها انا وانت والمواطن، ونخلصها الموظف زاد اللي يترفق في البنوات، ويخلصها اللي يصب في الليسانس في الستاسيون، ومول الستاسيون يخلصوها في الادائيات. دونك وقت اللي تجي انت معناها ماشي في بالك تضرب في ضربتك وكل شيء، وانت فينالمون برشا من فلوس لدقيت ماشي رشاوي، ماشي في الـ دونك رشد انت الاستهلاك هذا يا خويا اعطيه بريم. انا نتصور كي تعطي واحد مثلا بقيم ما قيمته 500 دينار ايسونس في الشهر، موظف سامي واللي تحب انت، اذا تعطيه بنوات نجم هو في شهر يستهلك 300، في شهر يستهلك 600، في دونك انت واللي يفضل هذاك يمشي راهو في الفير. ما فماش حاجه ترجع، فما واحد ولا اثنين في تاريخ الاداره التونسيه بالحق نحكي بجدي، واحد ولا اثنين اللي رجع البنوات الزايدين، حتى حد ما يرجع بنوات. وقت اللي تبدا بعد ساعات بالعاني يعملوا كل التقارير راهو ما عادش يكفيوني وراني نجم دي بلاسترو به. انت كيف عوض تعطيهم له ليكيد، نحكي على ليسونس ليكيد، اعطيهم له ليكيد فلوس، قل له يا اخي عندك 300 دينار بار موا بريم دو ترونسبور، انت ترى السيد هذاك تولي ياخذ تاكسي، تولي ما عادش يصب ليسونس جمله، تولي البنوات معناها
دونك هذيك تحب انت معناها تتغلي في السكر وتغلي في الخبز وتغلي في الليسانس كل شيء ابدا. معناها مانيش قلت لك مانيش نعمل لك شعبويه نقول لك تنازل على البنويات، نعرف اما يا خويا بدل بنويات بريم ليسانس كيما بريم السكنه كيما بريم اللي تحب انت. دونك في الوضع هذايا الكل لازم هذايا نخمو فيه، ما تجيش تعمل لي انت طرح شعبويه وانا ما حشتيش نعرفوك ما حشتيكش بالخبز. ودايور معناها برشا ناس يعرفوا اللي الموفين السامين ديما في لقاءات في ديجني في ديني معناها يفطر في داره كيبدا متعارك هو والكوجين. هذه حاجه. الحاجه الثانيه تعرفوا رئيس وزراء فنلندا ذيك الطفلة 36 سنة ومغرومين بها عندها مشكلة كبيرة في فنلندا ويمكن يتم عقابها باش معناها تتخلى. شنو مشكلتها؟ فيقوا اللي في الفترة اللي هي رئيسة حكومة تفطر على حساب الوزارة الأولى معناها رئيس الحكومة معناها كل يوم لابتداش في البيرو. دونك حسبوا لك قالوا العليا المدام انت صحيح انت رئيسة حكومة لكن الصباح راهو الحاجة العادية كونك تجي فاطرة معناها افطرت في دارك وتجي من بعد، اما هي تجي بكري دونك تجي بكري لخدمتها وتفطر في الخدمة. دونك حسبوا لها عملوا لها اون موين. تعرفوا قديش موين قديش تقولوا في الشهر عبير قديش تقول معناها تنجم يطردوها من رئيسة الحكومة قديش 300 يورو بار موا. معناها مش يجيو بنويت اسونس يجيو بنويت مي باتري ظل يعطيهم بنويت على المي باتري. باهي باش نحكيو توا على الزيادات لكن